أهلا بكم من جديد، جولة على المشهد الاقتصادي مع زميلة رنا عبود. مساء الخير. أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن البنك المركزي يسعى للسيطرة على الكتلة النقدية، مشيرا إلى أنه تم ضبط التداول بالليرة حيث انخفضت كتلتها في السوق من 82 تريليون ليرة إلى 59 تريليونا. وفي كلمة خلال مؤتمر نظمته جامعة بيروت العربية اليوم في طرابلس، لفت منصوري إلى أن مصرف لبنان حقق فائضا في احتياطاته بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي، موضحا أن مصرف لبنان يتعاون مع الحكومة لتأمين الاستقرار النقدي، لكنه لا يحل مكانها. الركيزة الأساسية، لا بل حجر الأساس لبناء الاقتصاد، هو الثقة، وإعادة الثقة تعتمد على 4 أعمدة تبنى عليها هذه الثقة. أول هذه الأعمدة هو المحاسبة، والمحاسبة تكون عن طريق القضاء. ثانيها رد أموال المودعين وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف. ثالثها إعادة إطلاق القطاع المصرفي، وهو بدوره شرط أساسي للحفاظ على الاقتصاد اللبناني. المشكلة تكمن في إعادة بناء أجهزة الدولة بكاملها. أما العمود الرابع بالحديث عن بناء الدولة، فهو إعادة بناء الدولة إذن وأتمام الإصلاحات التي كثر الحديث عنها وطال انتظارها. أشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن لبنان بات مهددا بشكل فعلي بوضعه على اللائحة الرمادية، مما سيسبب عزله بشكل شبه كامل عن التعامل المالي الدولي. فما صحة ذلك، وما الإجراءات التي اعتمدها المركزي لتفادي الأمر؟ بعد أزمة 2019 الكاش إيكونومي بالبلد صار كتير كبير، وعندنا نحن تهريب على الحدود بشكل كتير كبير وما في ضبط له، سواء كان للأموال أو للبضائع. كذلك الأمر التهرب الضريبي والتهرب الجمركي اللي عم بيكون بشكل كتير كبير بالبلد، كل هيدا وضع لبنان ضمن خطر، وضعه على المنطقة الرمادية بتهم التبويض الأموال. ولكن المصرف المركزي عم يشتغل إجراءات بشكل سريع ومتزايد من أجل منع هذا الأمر. يعني ظبط ميزانياته، موجوداته، مطلوباته وفقا للمعايير الدولية. كل التعاطي بين المصرف المركزي والوزارة المالية والمصارف أو حتى السوق بعمليات الليرة والدولار كلها عم تكون مسجلة بشكل دقيق وبشكل مثبت من أين مصدر هذه الأموال. كذلك الأمر المصرف المركزي والمصارف بموضوع الاستيراد عم تسجل العمليات بشكل واضح، وعم بيكون في إثباتات هذه الأموال من وين اجت ولوين رايحة. وهلأ المصرف المركزي مع وزارة المالية عم يتفقوا على دفع الضرائب عبر بطاقات إلكترونية من المصارف للحد من الكاش ايكونومي. فبالتالي بيكون المصرف المركزي عمل كل تقنياته، بيبقى ان الدوله اللبنانيه والحكومه تمنع التهرب الضريبي والتهريب على الحدود وموضوع التهرب الجمركي. وفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفق الحزب الجمهوري 278 مليون دولار على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مقابل 99 مليون دولار أنفقها الحزب الديمقراطي، ما يرفع إجمالي أنفاق أكبر حزبين أمريكيين على الانتخابات إلى 377 مليون دولار حتى 5 أيار. وفي انتخابات 2020 أنفق الديمقراطيون أكثر بنحو 31 مرة مما أنفقوه حتى الآن على الانتخابات المرتقبة. بدورهم أنفق الجمهوريون ما يناهز مستويات إنفاقهم الحالية بنحو 3 مرات. ومع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا لليوم.